السلام عليكم. برنامج الباث فايندر بيكتشف سلوك الانسان، او لو انا عندي مثلا حريق حصلت الناس تمشي ازاي، في معدل الانصراف هيمشي ازاي، وهكذا يعني. تمام. فدلوقتي انا عايز ادخل صوره عشان ابدا ارسم الخريطه بتاعتي. فانا بختار الفلور اللي انا هشتغل عليه، تقدر تغير الاسم بتاعه، تقدر تغير الزد زي ما انت عايز. واجي هنا من موديل واقول له اد باك جراوند ايمج، وهبدا اختار الصوره. زي ما انت شايفين ابتدت صور كتيره جدا، اقول له اوكي. فهنا بيقول لي بقى الاكس والواي والزد بتوعك، بيقول لي اختار نقطتين تكون انت عارف مثلا هنا، مثلا من هنا لهنا مثلا 10 متر مثلا، دي اول نقطه ودي ثاني نقطه، وتقدر تكتب المسافه من هنا لهنا قد ايه، بحيث ان هو مثلا دي هتبقى متر، لا اكيد مش متر، مثلا اكيد دي مثلا نقول 10 متر، فزود هنا الثلاثه دي هنزودها زيرو. تمام. واقول له اوكي، فهو يبدا يدخل لي الصوره بالشكل دوت. ونبدا بقى نرسم الحدود بتاعتنا، الروم مثلا اهوت، مثلا دي الروم الاولانيه اهيت، وتقدر تشوف الخصائص بتاعه الروم وتعدل اللون بتاعها زي ما انت عايز اهوت. تمام. تقدر تيجي هنا تغير اللون بتاعها، تقدر تعدل الخصائص بتاعتها، تقدر بقى ترسم فيرجن روم مثلا لو انت عندك حاجه غير منتصبه مثلا اهي. كلوز فيرجن اهوت، وتقدر تختار الاشكال اللي انت عايزها، وتقدر ترسم واحده كمان اهيت، خليها على مستطيل. فاحنا كده رسمنا الغرف اللي موجوده، ونقدر نحط الابواب مثلا اهيت، الباب اهوت اهو. وتقدر تشوف خصائص الباب واللون بتاعه والعرض بتاعه والويتس وكل الخصائص اللي انت عايز تشوفها في الصورة بتاعتك يعني.